أم حمزة بن عثمان كل يوم يجي الحاكم يفركس ويمشي يفركس على في دار بناتي، وهزوا راجل بنتي طويكة في الحبس، راجل بنتي وقفوه في الجرجاني، وقفوه 6 أيام، ونهار الاثنين عدوه للحبس وما نعرفوش شنية هزوه، قالوا على خاطر لقاو مرت حمزة في داره، وانا مرت حمزة حبلة، حمزة عنده 3 شهور من اللي عرس ومرته حبلة، ومن كثر ما الحاكم كل يوم وهو داهم علينا لهنا خفت على البيبي نتاعها، هزيتها لدار بنتي يا اخي، خلته لدار بنتي وهزوها هي وهزوا راجل بنتي معاها، هي بحثوها وسيبوها كي شافوها حبلة وشدتها وجيعة في كرشها وكل، ومضيوها على يا اخي، هي قالت له اعطيني نقرة علاش مضيتني، قال هو احمد ربي انا سيبتك تحب تزيد تقرا، يعني ما عندهاش حق لا تقرا لا علاش تشدت لا على حتى شايف انت، وراجل بنتي عداوه للحبس، مشينا طلينا عليه في الحبس وكاتبين به تقرير قالوا تقبح، وواحد هو مسكين لا تقبح ولا حتى شيء، وعندي بنتي اخرى راجلها شدوه وقالوا له ما تقولش لمرتك اللي انت باش تجينا، يا اخي هو هز تليفون وكلم مرته قالها راهم قالوا لي، وقت اللي علق هو هما زادوا طلبوا قالوا له مش قلنا لك ما تقولش لمرتك، وبعد قعدوا يتبعوا في بنتي بالتليفون وينشنجوا لها في اعصابها، يقولها جيب القفه لراجلك، يقولها اسمع خير ما بين راجلك وما بين خوك، تجيب لنا حمزه نسيبوا لك راجلك، انا توك ولدي ما نعرفش عليه وين، ولدي عريس 3 شهور داره ما داره ما فرحش بها على خاطر هو مازال ما عرسش، وهما جاوا وضربوا الدار نتاع ولدي بالكرتوش ونقبوا له الصاله نتاعو والبيبان. هذا قبل الاحداث راهي قبل قبل كل شيء، فهمت؟ وعلاش الشيء هذا الكل؟ قالوا يلوجوا على السلاح، وانا راقده انا وبنتي هذيا وراجل وولدي، وهما جاوا اسمع وقت اللي حلينا عينينا نسمعوا هذي ديك الفوق هذي ديك الفوق، مع ما انا مريضه بالانسولين مزرق في تصور، وتقوم تلقى عباد وبالسلاح وكل حمزه كل يوم 5 صلوات يذن في الجامع ويخطب في صلاه الجمعه، معناها انت انسان كي هذايا انت تداهم عليا، وبعد احداث هذه كلها تصير عرس ويكتب صديق، معناها نورمال ما شديتوش انت، يصلي بالعباد معناها، وهاي حومه كامله تعرف يصلي بالعباد 5 صلوات يوميا ويخطب بالعباد ويطلع على المنبر، انت كي حاسك بيه الانسان هذايا وبعد انت دهمت الدهمه هذايا شفيك ما شديتوش، وقت اللي مات الرجل هذايا وبعد ب3 جمعات من اللي مات، وقت اللي تحفظت القضيه وشدوا العباد وسايي شدوا العباد المعنيين بالامر. شكون الراجل اللي مات؟ هذايا البوليس، البوليس اللي مات بالجبل بعد لما مات ب3 جمعات سايي وشدوا العباد وتحفظت القضيه وعرفوا معناها المتهمين وكل شيء، وقتها هما جايين يفرقسوا على حمزه بتعلت انه عنده يد في هذايا، وقت اللي هو حمزه ما عنده حتى يد اصلا ماهوش مجبود حتى هو نهار اللي ما هيش جبدته جمله واحده، احنا جد نحبوا نعرفوا انا نحب نعرف تهمه ولدي شنو هي تهمته القانونيه، شنو هي وضعيته القانونيه، انت علاش تفرقس على العبد هذايا وقت اللي هو كان مسيب وما عنده حتى شيء وانت ما شديتوش. نهار 5 فيفري 5 فيفري ماضي ساعة متاع الليل، نحن راقدين لهنا في البيت هذينا ونسمع في الحس في الليل شدوا ولدي لهنا كتفوه وكتفوا بنتي وكتفوا واحد، ونسمع في العياط وفي الحس وانا راقد في بيت وحدي، ما قلت شنو اللي ثم في الدار، بالك امراه مرضت بالك كذا، قمت باش نحل الباب، انا حطيت يدي على البواني ويعمل لك ويعطي مشتري الباب يضربني الباب لهنا يحل هذه كلها، جيت نطيش اللوطه والدم قال جدد جبد علي سلاح حطوا لي لهنا في كرومتي وعفسني على كرومتي، قال لي تحرك نقط لك وقعد هكاك دم يجري وحالتي عليه، ولادي هنا وبنية تتصايح واحد وكل شيء، وانا نطيب خرجوا لي مغديك ديريك كشفني مضروب والدم يجري، حطوني في وسط الدار جيت نشوف فيها نلقاها تقريبا يجي 50 ولا 60 بوليس فوق الاسطح حول برا قدام الدار واحد وكل شيء، يا خويا ثم قال لي يسقط طلعوني انا، هزوني حطوني في الكهرباء وهزوا المراه وكتف ولدي زاد كيف كيف هزوه حطوه في كهرباء وطلعوا لدار ولدي الفوق، الباب عنده باب حديد من اللوطه حطوا فيها كل الكرتوش هذيك الواحده بالكرتوش وطربقوه باب حديد، طلعوا لفوق حلوا البيوت قعدوا يشوفوا ما لقوا حتى شيء، لقوا بيت مسكره مازال باش يعرس مازال كيف في عرس جايب فيها حوايج وحط فيها حوايج، يلقوا بيت مسكره بالكرتوش عمل لك اعطيها في الواحده في الكوبه نتاع الباب
ديراكت دخلت في بيت الصالة، جاب ربي ما ثم حتى واحد راقد، كان جا واحد راقد في بيت الصالة راه مات. وكتفوني وهزوني للقرجاني أنا وأم. وينو حمزة؟ يا ولادي وي حمزة هاو كل يوم هنايا، كل يوم هاو في الحومة، إمام خمس، كل يوم يصلي في الحومة، يصلي مشى بحدا صاحبه. هاو كل يوم، قال لك لا توا تجيبون. قلت له باهي خويا توا نجيبو، توا خذ بيك الحيطة ونكلمو ويجيك. راك حتى الحكاية جي جمعة ولا جمعتين. هاي قلنا مع ثم حتى شيء، جينا الولد قلنا له الولد متعقد من قبل شادين ويضربوا فيه، ما خلوا ما عملوا له قبل، ما خلوا ما عملوا له تحقيق بيده كان تعدى، قال له انت كان بيك ربي تضرب 40 45 سنة حبس، سيبوه وقت الثورة قاعد معقد منهم هازينه في العوينة. وقت اللي شدوه انا قبل ولدي ما نعرفش عليه وين، نقعد بثلاثة شهور أربعة شهور نمشي نجري من مركز لمركز ومن بلاصة لبلاصة وما نعرفش عليه في أنا بلاصة وين، نعرف عليه كان شي نهار اللي عدوا العبس، نقعد بشهرين بثلاثة ما نعرفش عليه وين، ونبدا أنا وهم ونجري من مركز لمركز وما نعرفوش عليه وين. الطفل عقدوه ولا متشوكي ولا مهبول، كان يمشي عديوا عليه تو كان نهزوا عليه تو جا مهبول تمس ما عادش بعقله. كيفاش انسان ما عملته فيه وضربتوه وحطيته في المسخون وعلقتوه كل شيء باش يغزر البوليس ويمشي له، حتى ما عنده حتى شيء ما يمشي له. هنا وعندنا بوليسيه في الحومه لهنا هما اللي قاعدين يهزوا لهم في معلومات غلطه لزملائهم لصحابهم. كل هنا عندنا اللي يخدم في المحكمه وعندنا بوليسيه الكل. بوليس واحد عملوا عليه جابوا لنا تقريبا يجي 100 كرب على بوليس تعارك هو واحد. باللفظ بالكلام تعاركوا جابوا عليه 50 واحد يضربوا فينا بالغاز حومه كامله وسيركلينا ويجريوا في جرتنا بالعصي وبالواحد على بوليس عركه فارغه ما لها حتى معنى. علينا نحن يهود نحن ولا توانسه مانيش فاهم روحي، انا تونسي يهودي اغريقي الماني مانيش فاهم روح، مانيش تونسي انا ما كان هذوما في الحكم. انا نمشي حتى بطاقه التعريف نتاعي تو نعطيهالهم يا خويا ويهزوا يطيشوني في افغانستان، يهزوا يطيشوني في المانيا، يهزوا وين يحبوهم يطيشوني، مانيش تونسي انا، ما عادش نحبها تونس، كرهت انا تونس، مرمدوا ولادي، مرمدوا انا، مرمدوا مرت ولادي كلها، نسيبي كلها مرمدوهم، نسيبي دخلوا للحبس، هذو ما عنده حتى شيء. معايا جدتهم على خاطر يمشيوا لهم لديارهم قدام الجيران. هاك تشوف اربع بناتي، اربع بناتي سلموا في ديارهم وجايين. معايا هاك تشوف بنتي. سلموا فيهم رجالهم وجايين، هاو بناتهم، هاو ولادهم كلها هنا. راجلها في الحبس. وكنتي راجلها في هارب ما نعرفوش عليه، عايشين معايا الكل.